بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه. أما بعد، سننظر بحول الله تعالى وتوفيق منه في آية وردت في سورة الحديد. يقول الله، هذه الآية رقم 11، يقول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. شوف ربي سبحانه وتعالى 11، قرآن وسنة، وقت اللي تقرض الله، شوف لونين بالإنجليزي قرض، معناها هو اللون. وقت اللي تقرض الله يعني كانك سلفت ربي، وقت اللي هو ربي هو الملك لي، هو مش ليك ولا ليه، واستخلفك فيه وعطاك الفرصة المغرية باش انت اللي عطاك تعطيه وقت اللي عندك انت مش ليك، ولكن بأدب منك أصبحت تعطي لله شيئا. ويترتب على الكريم سبحانه وتعالى في المطلق أن يكرمك، فلا مش معقول بس المخلوق مش يفوت الخبر في أي شأن من الشؤون، عطاء أو أخذ أو لنا مغفرة أو تشجيع أو ستر أو أي شيء، أو شفاء أو نصرة، كل ما هو ربي سبحانه وتعالى قاعد يعطيك فيه تلزم أنت بالنفس. لكن الموضوع لك بالذات تتعامل مع ربي بنفس المعاملة اللي عملك بها. يقول لك ربي: من ذا الذي، أي واحد منكم من الثقلين، من ذا الذي، أي واحد، ولا ينسى ربك أحدا، يكون شيء أقل من أنه كهير، لأنه إلكتروني صح التعبير وماهوش تعبير مجازي. على كل حال، يكون شيء بمستوى لك، منك أنت تصدر بقصد شريف. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أي فيه أدب وصدق وتبتغي مرضات ربي فيه، لا مراعاة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وعلى اليوم نوعا ما الحسن والجمال وفرحة الحياة منا غادرت أغلب الشعوب، ونزل موقعا في مكان شؤم وبغض وعدوان وتعاظم وخيانة وشهادة زور ومنا عدوانية لا مبررة، لا سيجارتي ما عندها حتى مانا، ما عندها حتى مصحة باش تعملها. ربك عطاك العكس، بعدين تكون 100 كريم جراتويت تقوم تستجرب وراء الإجرام هذاك، ما حتى فايدة في الحقيقة. أنت وأوهمك إبليس اللي كيف تقتل أبوك باش يوقع لك ويوقع لك في الأرض، أيوا شرعا أنت محروم وتعاقب. تقتل نفس مؤمنة بغير نفس، عارف القرآن إيش قال فيه ربي سبحانه وتعالى، ولهذا احذروا تعيدوا الوجهة الصحيحة، وهي الوجهة اللي أوردها في هذه الآية الكريمة. الآية الحكيم جاء باش يعلمك يا ابن آدم ويا جني، باش يعلمكم من يصبح بكم لكم خبر. أنتم في مرحلة الامتحان، تحب ولا تكره، بعدت لهذا الوجود من طرف الخالق القادر وهو البارئ، هو اللي يسطر لك تعمل، ترفض لك جزاء، تقبل لك جزاء، مختار. على كل حال، احنا المسلمين عم نحكم سمعنا وأطعنا، ونقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وتعرف القرض يلزم يكون خير ويلزم يكون شر. اذا كان القرض يحشر فيه الربا باي حيله، فاعلم اللي يخذاه واللي يعطاه شريكين في الاجره، لانه فما عبث بمال الله، وفيه مضيعه حقوق الناس، وفيه تدخل على امنهم من اضطراب كبير. يقول لك الانسان هذاك اللي هو في عنق وقر، يعرف اذا كان ما يأديش في الاوان اللي منا عين بين الطرفين، ماش يكون يجرى فيما يجرى، يبيع رزقه، يسلم في ابنائه ويخبر مكان المختص بذاك، مرته تفسد له، من تبحر عليه هذا في الدنيا، والله اعلم في القبور ماذا يحصل له، ويوم النشور ماذا، ما الغصر يشيراه، وثم ما قالوا هل في الجنه او النار، والله اعلم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، شوفوا فما قال فسوف، فيضاعفه له، اي من يضاعف؟ والله، لانه لا عطاء الا من عنده، ولا اكرام الا من لدنه،
ولا زيادة إلا إذا كان أمر بها، ولهذا إذا كنت حبيت ربي وفيك أجر أحسن النية وأنت تقبل الله كرما حسنا، ارحم الضعيف وانصر المظلوم، وقت واحد ما أعطاكش فلوس تسلمه في وقت معين فما لا تخليها له حتى ربي يسر عليه، فنرى ما يسر ربكم سبحانه وتعالى يا ناس. والقصص كبيرة كيفاش كانت سلم الصالح ينظر للآيات الكريمة هذه اللي هي أعز من الضرر اللي تصوروا في بالكم اللي أنتم مغرومين بها. على كل حال فيضاعفه له اللي مش يقوم بالضعف إلى ما لا حد له، والله والله يضاعف لمن يشاء، لأن موسى حسن بعشر أمثالها ولا حبك سبعة سنبلات وكل سنبلة فيها 100 حبة، لا يضاعف الله بدون حدود. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. لا ريكومبونس مش تجدي من ثمار ما سبق أن قدمته في سبيل الله، قول أقرضت الله قرضا حسنا. ربي يقول لك وله أجر، ونحن نعرف يوم الغسلة يوم شديد. لكن يا ربي سبحانه وتعالى يطمنك وحطك فوق العرش ويضط في روعك اللي يكون راض عنك. أنت الأجر عندك اللي يذكرون ربي هنا هو جزء من الأجر ذاك، هو كي تتمتع به يوم الشدة، يوم الهول الكبير، يوم قداش مش تقعد تستنى الحساب. لكن بالنسبة لك أنت ربك سبحانه وتعالى ما يضايقش عليك، ما يتعبكش في بالنارين زعما زعما، لا لا أنت أقرت الله أقرت الحسن والله يوفي، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يعني ريكومبونسي لو بيان ne peut être que par le bien. يعني ربي موش أنت تحسن ويسيلك أبدا. وما ربك بالظلام للعبيد، ربي لا يظلم أحدا، ربي يوفي لك كل مضرة يضعفها لك بدون منع، لأنه خسر كل عنده والأمر النهي له، بعد ما تخسر وله أجر كريم. يعني أجر كريم من لدن كريم، وأنت تصبح كريم أونوري. يعني تشوف يعني المسألة والله كنا نحب أن تصبح فيها آية كما هذه ثم جلسات، لكن نكتفي بهذا اللي حصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه.